أعزائي طلبة وطلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص منصة البث المباشر للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم. Our title today: Adding and Subtracting Rational Number. Learning objectives at the end of this lesson should be able to deduce the adding and subtracting rational number. Realize the importance of mathematics in his daily life. And solve many special exercises about adding and subtracting rational number. النهاردة يا شباب التايتل بتاعنا Adding and Subtracting Rational Number. نفتكر مع بعض كده ان احنا كان عندنا الراشنال نمبر like 1 over 2 or 0.6 or 30%. Okay. Rational number, any number A and B belong to Z and B not equal 0, بيكون على الفورم A over B. Today, addition operation. في الaddition operation هيكون عندنا point مهمة جدا. أنا لو أنا عندي two number like 2 plus 3. الـ 2 positive، الـ 3 positive، يبقى أنا السوليوشن بتاعي هيكون 5 و 5 positive. يبقى the summation of two positive number is positive. تمام؟ number 2 negative 4 plus negative 5 equals this number negative 4 negative sign بتاعتنا negative and this number negative the summation of two negative number is negative negative 4 plus negative 5 equals negative 9. Okay. Number 3. The summation of two numbers different in sign. يعني أنا عندي two numbers different في sign بتاعتهم. Like 5 plus negative 3. عندي two numbers. واحد فيهم positive والتاني negative. طيب. مين عندي هنا الجريتست؟ الفايف ولا نيجاتيف 3؟ لا، الفايف هي الجريتست، يبقى انا هحترم الساين بتاعه الجريتست، يبقى انا هاخد الساين البوزيتيف. يبقى السوليوشن بتاعنا هيكون بوزيتيف 5 ماينس 3 ايكوال 2. يبقى انا عندي سميشن اوف 2 بوزيتيف از بوزيتيف، سميشن اوف 2 نيجاتيف is negative. Summation of two numbers different in sign can be positive or negative or zero. حسب الاكسرسايز بتاعي. 5 plus negative 3 equal to 4 plus negative 7. Negative 7 greatest than 4 هيبقى negative 3. 2 plus negative 2 equal 0. يبقى أنا لو أنا عندي الساين بتاعتي different يبقى الـ result بتاعي يكون positive or negative or zero. Exercise number 1, 3 over 8 plus 1 over 4. In this exercise, عندنا step بتاعتنا ثابتة. عندي هنا الدنوميتور equal 8 and this equal 4. تمام يا شباب؟ أول حاجة أنا هفكر فيها إن أنا هعمل times للتو denominator يعني 8 times 4. الـ 8 times 4 equal إيه يا شباب؟ برافو يا شباب equals 32. يبقى أنا الدينومينيتور بتاعي هيكون 32. تمام. بعد كده هنعمل cross multiplication. يعني أنا هقول 3 times 4 plus 1 times 8. طيب plus times 4 equal إيه يا شباب؟ equal 12.
الساين بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها بلس 1 تايمز 8 ايكوالز 8 ايكوال ذا سيم دينومينيتور 32 لان ده بقى الكومن دينومينيتور بتاعي 12 بلس 8 ايكوال 20. طيب احنا متفقين على حاجه مهمه جدا عندنا في الماس ان ان اكسرسايز اقدر اخليه في السمبلست فورم لازم اخليه في السمبلست فورم. طب انا عندي ال 20 وال 32 هنعملهم ديفايدد ال 4 يبقوا ايكوال 5 اوفر 8. شوف نمبر 2 4 اوفر 12 بلس نيجاتيف 10 اوفر 15. طيب تعالوا نشوف هنشتغل الاكسرسايز بتاعنا ده ازاي. اول حاجه انا هاخد الفراكشنز بتاعتي. انا عندي هنا 4 اوفر 12 تمام وهنخليها في السمبلست فورم لان زي ما احنا شايفين ان ال 4 اوفر 12 مش في السمبلست فورم. اوكي هنعمل ديفايدد على مين يا شباب؟ اسمع كده ال 4 4 ديفايدد 4 ايكوال 1 12 ديفايدد 4 ايكوالز 3. يبقى انا بقى الفراكشن بتاعي والراشنال نمبر بتاعي بدل ما كان 4 اوفر 12 بقى 1 اوفر 3 ان سمبلست فورم. عندنا كمان نيجاتيف 10 اوفر 15 we can divide this by برافو by 5 then negative 10 divided 5 equals 2 and 15 divided 5 equals 3. ناخد بالنا من بوينت مهمة جدا، أنا الدينومينيتور هنا بقى عندي 3 والدينومينيتور في الأنذر ريشنال نمبر equals 3. يبقى أنا أقدر أعمل الأوبريشن بتاعتي دايركت، يعني انا اقدر اقول 1 اوفر 3 بلس نيجاتيف 2 اوفر 3. ناخد بالنا من بوينت مهمه جدا هنا يا شباب، انا عندي 2 نمبرز الساين ديفرنت بوزيتيف ان نيجاتيف تمام. طب تعالوا نشوف احنا هنشتغل ازاي. 1 minus 2 equals 1 والدينومينيتور بتاعي زي ما هو. طب 1 minus 2 equal 1 ازاي يا مس؟ انا عندي هنا ايه؟ نيجاتيف بوزيتيف ونيجاتيف يبقى عندي 1 minus 2 بس انا هاخد الساين بتاعت الجريتست اللي هي بتاعت 2 يبقى انا عندي 4 over 12 plus negative 10 over 15 equals negative 1 over 3 2 over 5 plus 3. اول حاجة نتفق عليها يا شباب ان انا الاكسرسايز ده عندي فيه 2 نمبرز و 2 نمبرز راشونال. 2 اوفر 5 ذيس راشونال نمبر بيكوز الفورم a اوفر b and b نوت ايكوال 0 يعني الدينومينيتور نوت ايكوال 0. 3 راشونال 3 اوفر 1 برافو 1 نوت ايكوال 0 يبقى ذيس راشونال نمبر. بس الفورم بتاعتهم مش الاثنين على فورم a اوفر b. أنا عندي هنا الـ 3 مدياني الفورم بتاعت الانتجر. طب يبقى أنا أول حاجة أفكر فيها إن أنا هقول الـ 3 دي عبارة عن إيه؟ الـ 3 عبارة عن fifteen over five. فعلا 15 divided 5 equals 3. طب انا لو كتبتها بالشكل ده تبقى wrong؟ لا طبعا 15 over 5 equals 3 وال 3 هي ال 15 over 5. طب لو احنا خدنا بالنا من حاجة هنلاقي ان انا بقى عندي هنا denominator equal 5 and 2 over 5 denominator equal 5 then we can addition this rational number
2 over 5 معايا يا شباب yes plus 15 over 5 the same denominator الدينومينيتور بتاعنا الكومون 2 plus 15 equal 17 over 5 وطبعا دي في simplest form 17 over 5 طيب كان ممكن ان انا اقول 3 plus 2 over 5 كان ممكن direct اقول ان دي equal 3 2 over 5 والresult بتاعي ده هيكون عبارة عن mixed number 3 integer و 2 over 5 الفراكشن يبقى انا اقدر اقول ان 2 over 5 plus 3 equals 3 2 over 5 وبعد كده اعمل ايه؟ اقول 3 times 5 equals 15 15 plus 2 equals 17 هيديني نفس الريزلت اللي انا مطلعه 17 over 5 يبقى لو انا بشتغلت بالسوليوشن ده رايت لو اشتغلت بالانذر سوليوشن رايت تمام يا شباب الاسهل والايسر ليك اشتغل بيه 1 over 4 plus negative 2 1 over 5 احنا ممكن نفكر ببساطة جدا ان انا اعمل الكومون denominator بتاعي 4 times 5 يبقى الكومون بتاعي equal 20 وانا عندي 2 numbers الانتجر يعني انا ممكن اخلص الاكسرسايز كده ان انا اقول this equal الانتجر معايا زي ما هو 1 over 4 لازم أخليها common denominator فإحنا اتفقنا إن هنخلي الدينومينيتور بتاعنا 20 جت منين 20 يا مس 4 times 5 أوكي ويبقى أنا عندي 5 over 20 plus negative 2 أخد النمبر الانتجر زي ما هو معايا 1 over 5 احنا اتفقنا انها تكون الكومون بتاعنا 20 وهيكون عندي برافو الدينومينيتور بتاعي يكون ايه؟ هيكون 4 تمام؟ لان انا عملت هنا 4 times 5 equal 20 يبقى انا 20 هي الكومون دينومينيتور بتاعي وهعمل الكروس ملتيبليكيشن بتاعي عادي جدا 1 times 4 equal 4 and 1 times 5 equal 5 زي ما احنا شايفين تمام واشتغل الاكسرسايز بتاعي عادي 3 plus negative 2 مين عندي الجريتست؟ عندي 3 الجريتست يبقى انا الساين بتاعتي هتكون بوزيتيف طب 3 plus negative 2 اللي هي 3 minus 2 equals 1 اوكي طيب والفراكشنز بتوعي 5 minus 4 equal 1 1 over ايه يا شباب 1 over 20 probabilities of the addition operation in Q Q a rational number first probability closure probability and commutative The summation of any two rational number is a rational number. Q is closed under addition operation. لو أنا جيت هنا يا شباب وقلت 1 over 2 this rational number plus 1 over 2 equals 2 over 2 اللي هي equals ال 1 طب انا عندي ال 1 over 2 this rational number 1 over 2 this rational number and the result 2 over 2 or 1 rational number يبقى انا عندي ال probability بتاعت ال addition في ال rational number closure يعني ايه يا مس؟ يعني لو انا عندي 2 rational number like 1 over 2 and 1 over 3 is 5 over 6 which is a rational number 2 okay commutative probability commutative بتاعتنا بتقول لي if a and b are two rational number then a plus b equals
ال P plus A. يعني أنا يا شباب هنا لو أنا عندي 3 over 4 plus 1 over 4 equals 4 over 4 rational number. طب لو أنا خليتها commutative بدلتها 1 over 4 plus 3 over 4 the same number. يبقى أنا عندي 2 rational number بتوع بيكونوا commutative إن الـ A plus B equals الـ P plus A. يعني لو أنا بقول 3 over 4 plus 2 over 5 equals 2 over 5 plus 3 over 4. بعد كده another property associative and associative. What's the difference between two property? What's the difference between associative? If A, P and C are three rational numbers, then A plus P between bracket plus C equals A plus B plus C between bracket. الassociative property دي يا ولاد فكرتها كلها في البراكتس. أنا لو أنا جاي للإكسرسايز بتاعي A plus B plus C this equal ال A plus B between bracket plus C. يبقى أنا غيرت مين يا ولاد؟ البراكت. طب وهنا يا مس لو أنا عندي الـ A لوحدها plus الـ B لوحدها plus الـ C لوحدها أقدر إن أنا أعمل الـ associative لهم. أقدر إن أنا أقول الـ A plus B plus C والـ B والـ C between brackets مع بعض، يعني أنا هخلصهم أول وبعدين أعملهم plus الـ A. أو أقدر أقول إن الـ A plus B مع بعض في brackets وأطلع الـ solution بتاعهم وبعدين أعمله plus C. يبقى أنا عندي هنا إن أنا إما الـ brackets جايالي وأنا بحرك بتوينهم، أو إن أنا جايلي الـ numbers عادية وأنا بشتغل الـ brackets في المكان اللي يعجبني. لكن ده على مين؟ على الـ adding، على الـ addition، على الـ plus. تعالوا نشوف اللي بعدها. Identity element property natural element. Okay, the property دي معناها ايه؟ If A is a rational number, then A plus 0 equals 0 plus A equals A. يعني 0 is identity element in addition operation in Q. When we add 0 to any rational number, the value of this number does not change. يعني لو أنا قلت 3 over 5 plus 0 equals 3 over 5. يبقى الـ identity element property معناها And when we add 0 to any rational number, we the value of this number does not change. يعني الـ value بتاعتي مش هتتغير. يعني 3 over 4 plus 0 equal 0 plus 3 over 4 equals 3 over 4. تمام؟ يبقى أنا عندي الـ identity. الإليمنت الناتشرال بتاعي للأديشن هو الزيرو. طيب بعد كده عندنا مين؟ عندنا الأديتيف إنفيرس. والأديتيف إنفيرس دي معناها إيه يا ولاد؟ إن أنا بغير الساين. يعني لو أنا عندي 3 over 4 الأديتيف إنفيرس بتاعتها نيجاتيف 3 over 4. طيب ولو كان انا عندي نيجاتيف 3 اوفر 4 هو النمبر اللي جاي لي الانفرس بتاعه ايه؟ 3 اوفر 4. يبقى انا
for every rational number. اوكي الاديتيف انفيرس بتاعها نيجاتيف A، يعني لو انا عندي 3 over 4 تبقى نيجاتيف 3 over 4. طب لو كانت هي اصلا نيجاتيف 3 over 4 تبقى 3 over 4. ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان انا لما بعمل اد للنمبر والانفيرس بتاعه بيديني الايدنتيتي element in addition اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الزيرو. تمام؟ exercise number 2 complete. The additive inverse of negative 3 over 5. اول حاجة نركز فيها يا شباب اللي انا ما قلتها لكوش، ان انا عندي هنا باور ايه؟ باور 0. any number power 0 equals 1. any number power 0 equals 1. طب تعالوا نشوف الاكسرسايز بتاعنا. انا النمبر موجود عندي اهو نيجاتيف 3 اوفر 5 باور 0، يبقى انا مبدئيا ده عندي بايه يا اولاد؟ ب 1. تمام، الرول بتاعتي بتقول كده. بس الاكسرسايز بتاعي فيه بوينت مهمه جدا، بيقول لي ذا اديتيف انفيرس. انا مش عاوز ان انت تقولي لي ان اني نمبر باور 0 ايكوال 1، لا ما تسكتيش لحد هنا. امال اعمل ايه بعدها؟ اجيب الاديتيف انفيرس بتاعي يبقى هو بوزيتيف، يبقى انا الاجابه بتاعتي هتكون نيجاتيف 1. هتكون نيجاتيف ايه يا شباب؟ 1. نمبر 2 1 اوفر 3 بلس 0 equals 1 over 3. 1 over 3 plus 0 equals 1 over 3. البروبابيليتي بتاعتي هنا هي مين؟ هي مين؟ الايدنتيتي element. يبقى انا البروبابيليتي بتاعتي هنا الايدنتيتي element. تمام يا شباب؟ نيجاتيف 2 over 9 plus 2 over 9. نيجاتيف 2 over 9 plus 2 over 9 equals 0. احنا لسه متفقين يا مس حالا ان انا عندي الاديتيف انفيرس بروبابيليتي بتقول لي ان انا لو عملت النمبر بتاعي بلس الانفيرس هيديني 0. طب ما انا قدام اهو نيجاتيف 2 over 9 plus 2 over 9 equals 0، يبقى البروبابيليتي بتاعتي اسمها ايه؟ اديتيف انفيرس. اوكي نمبر 4 5 اوفر 7 بلس نيجاتيف 1 اوفر 2 از ذس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس 5 اوفر 7. انا عملت ايه؟ انا بدلتهم، يبقى انا بشتغل هنا على الايه؟ على الكوميوتاتيف. بشتغل على ايه يا شباب؟ على الكوميوتاتيف. Use the addition probabilities in Q to find the result of. Exercise بتاعنا بيقول 6 over 35 plus negative 5 over 11 plus 19 over 35 plus 10 over 22. أول حاجة أفكر فيها إن أنا عندي rational number مش موجودة في simplest form، فأنا هبدأ أحطها في simplest form. بعد كده لازم أبدأ أخد النمبرز اللي موجود الكومون denominator بتاعها هشتغل عليها مع بعض. تعالوا نشوف هنشتغل إزاي. أول حاجة هنفكر فيها 6 over 35 this in simplest form، 5 over 11 simplest form، 19 over 35 simplest form، 10 over 20 2 this not simplest form. طب ممكن اعمل لها تشينج، هتبقى هنشتغل divided 2 10 divided 2 equals 5 22 divided 2 equals 11. طيب نلاحظ حاجة مهمة، انا عندي هنا denominator 11 وعندي هنا denominator 11 وعندي هنا denominator 35 وعندي هنا denominator 35. يبقى ابدا اشتغل ازاي يا شباب؟ هاخد الكومون مع بعض. يعني يا مس تقصدي 6 over 35 بلس اخد مين؟ 11؟ نو no. 19 over 35. تمام
ها الاوبريشن بتاعتي ما ننساش بلس، بعد كده هيبقى عندي نيجاتيف 5 اوفر، برافو يا شباب، 11 بلس مين اللي انا حطيته في السيمبلست فورم؟ 200 اوفر 22 هشتغل بيها 5 اوفر 11 طيب تيجوا نفكر مع بعض كده. انا حطيت النمبرز بتاعي اللي لهم كومون دينومينيتور مع بعض between brackets، يبقى انا عملت هنا ايه؟ عملت ايه؟ عملت associative. طيب انا دلوقتي لو انا عكست وقلت ال 19 قبل ال 6 يبقى انا عملت كوميوتاتيف، تمام. طب ما احنا يا مس بدلنا دي من مكانها جبناها هنا عشان تبقى مع ال 11 وخدنا دي وديناها هنا، يبقى هو السؤال بتاعي بيقول لي يوز البروبابيلتي اللي عندك. انا اول حاجه استخدمتها هنا اهو الكوميوتاتيف اند اسوشياتيف بروبابيلتي، ادي اول حاجه. طب بعد كده هنشوف هنعمل ايه. 6 بلس 19 equals 25 over 35 بلس. هو احنا كنا قايلين ان النمبر والانفرس بتاعه لما اعمل لهم اديشن هيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طب ما انا عندي هنا النمبر 5 اوفر 11 والانفرس نيجاتيف 5 اوفر 11، يبقى انا هكتب هنا على طول زيرو، تمام. طب هو انا لما الزيرو ده يظهر مش يبقى البروبابيلتي بتاعتي ذا اديتيف انفرس؟ طبعا. بعد كده ايكوالز twenty-five plus thirty-five. This right? No wrong. twenty-five over thirty-five plus مين بقى؟ plus الزيرو. طب الزيرو ده مين؟ ال identity element. هيديني ايه؟ the same number. تمام يا شباب؟ يبقى أنا في أول واحدة اشتغلت commutative and associative. بدلت و brackets. بعد كده بدأت آخد مع بعض ال additive inverse. negative 5 over 11 plus 5 over 11. الايكوالز بتاعه كانت زيرو. الزيرو ده عباره عن الايدنتيتي اليمنت. بيعمل ايه الايدنتيتي اليمنت؟ بيخلي لي النمبرز بتاعي زي ما هو، مش بيبقى عليه اي حاجه جديده. بعد كده ابدا احط الريزلت بتاعتي في السمبلست فورم، يبقى this equal 25 divided 5 equal 5 and 35 divided 5 equals 7. تمام يا شباب. second subtraction operation. subtraction عندنا ما اقدرش اقول البروبابيلتي اللي انا اشتغلت فيها في الاديشن موجوده عندي في السبتراكشن. ليه؟ if a and b are two rational numbers then a minus b equal a plus between brackets negative b. The subtraction operation in Q is defined as adding to the additive inverse. يعني أنا ما أقدرش الـ probability بتاعة الـ addition تكون موجودة في الـ subtraction. طيب الـ subtraction أنا ممكن أقول 2 minus 1 equals 2، وممكن أقول 2 plus negative 1 equals 1. مين اللي هيطلع لي الحاجة الرونج في اللي احنا كاتبينه هنا؟ أنا عندي 2 minus 1 الأوبريشن دي بتاعت إيه شباب؟ subtraction. طب هي 2 minus 1 equal إيه؟ equals 1. يبقى دي subtraction direct. طب تعال نشوف اللي بعده. 2 plus دي ايه؟ adding، بس حطت بعدها ايه؟
negative 1 between brackets، كأني بقول 2 minus 1 equals 1. طب تعالوا نشوف الاكسرسايز بتاعتنا. Find in simplest form 5 over 8 minus 3 over 8. احنا عندنا the same denominator، يبقى انا اقدر اشتغل الشغل بتاعي مباشر. 5 minus 3 equals 2، وعندي الدينومينيتور بتاعي 8 زي ما هو. طب انا عندي 2 وعندي ال 8. This in simplest form؟ No، والاكسرسايز بتاعي بيقول لي find in simplest form. هنعمل divide 2، 2 divided 2 equal 1، and 8 divided 2 equals 4. تمام يا شباب. Number 2، 3 over 4 minus 5 over 6. أول حاجة هنشوف ال LCM of denominators. أنا عندي هنا هيبقى ال LCM بتاعي هو مين يا شباب؟ هو 12. ده علشان الدينومينيتور بتاعي يكون common. يبقى أنا عندي هنا 3 over 4 minus 5 over 6 equals، زي ما هعمل فوق هعمل تحت. أنا عايزة الدينومينيتور بتاعي يكون equal 12، يبقى هقول 4 times 3 equal 12. طب وفي النومينيتور هقول 3 times 3 equals 9. تمام. بعد كده حطيت بلس وبتوين براكتس هي لو انا حطيت النيجاتيف. خلاص يا شباب. طيب انا عايزه الدينومينيتور بتاعي يبقى 12، هقول 6 تايمز 2 ايكوالز 12. طب وفي النيومينيتور هيبقى 5 تايمز 2 ايكوالز 10. طب انا عندي 9 بلس نيجاتيف 10، مين الجريتست عندي؟ نيجاتيف 10 سمولست، لكن ال 10 لوحدها جريتست من ال 9. يبقى انا هقول عندي هنا نيجاتيف برافو 1 اوفر 12. احنا متفقين يا اولاد ان النمبر النيجاتيف كل لما النمبر بيبقى جريتست الفاليو بتاعته بتبقى سمولست، اوكي؟ لكن انا هنا مش ببص للنيجاتيف 10، انا ببص لل 9 لوحدها وال 10 لوحدها جريتست مين فيهم ال 10. يبقى انا هاخد الساين بتاعتها، يبقى عندي 9 بلس نيجاتيف 10 ايكوال 1 والدينومينيتور بتاعي ايكوالز 12. 5 over 7 minus 1. اول حاجه نفكر فيها في الاكسرسايز بتاعنا ده، زي ما احنا متفقين ان انا عندي نمبر 1 ده انا هخليه راشنال نمبر في الفورم بتاعت اي اوفر بي، فهيبقى الاكسرسايز بتاعي عباره عن 5 اوفر 7 زي ما هي. انا قلت 5 اوفر 7، ال 7 بتاعي ده الدينومينيتور، يبقى انا عندي ال 1 ده عباره عن 7 اوفر 7. طب ما يعني اشمعنى 7؟ 7 هي الدينومينيتور اللي موجود عندي. 7 ديفايدد 7 ايكوال 1، يبقى ذا سيم، اوكي؟ بعد كده هنقول 5 minus 2 equals، ها بوزيتيف ولا نيجاتيف يا شباب؟ لا يا مس، هتبقى نيجاتيف. طب نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2 over 7. بعد كده نيجاتيف 2 over 5 minus 3 over 5. نيجاتيف 2 and نيجاتيف 3، احنا اتفقنا نيجاتيف نيجاتيف يبقى نيجاتيف. طب نيجاتيف 2 over 5 minus 3 over 5 this equal 2 و 3، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف وال 2 و 3 هيبقى عندي 5. الدينومينيتور بتاعي equal 5 and the same. then نيجاتيف 5 over 5 equals برافو نيجاتيف 1. If A equals 3 over 4, B equal negative 5 over 2, and C equal 1 over 2, find the numerical value of each of the following. A minus B, number 1, A plus B all minus C, number 2. تعالوا نشتغل مع بعض كده. أول حاجة أنا عندي الـ value بتاعت الـ A equals 3 over 4. and value of b equal negative 5 over 2. طيب نشتغل مع بعض يا شباب. 3 over 4
minus. برافو، negative 5 over 2 this equal. ركز مع بعض كده، this equal. لا، هنشتغل واحدة واحدة. أنا عندي هنا sign negative وthis sign negative. negative times negative يبقى positive. يبقى أنا أول step عندي إن أنا عندي 3 over 4 plus 5 over 2. طيب أنا عندي 2 numbers يا مس، not the same denominator، مش common. طيب أنا الكومون بتاعتهم هتكون عندي إيه؟ هتكون الفور، وبعدين نعمل إيه؟ كروس مالتيبليكيشن. طيب تمام، نشتغل مع بعض ونشوف. أنا عندي الدينومينيتور بتاعي إيكوال فور، والنومينيتور بتاعي إيكوال ثري. طب ليه يا مس؟ لأن أنا ده عندي موجود فور وده عندي موجود ثري، زي ما هو هاخده. الشغل بقى يبقى في الانذر راشونال نمبر. 5 اوفر 2 على طول انا عايزه الدينومينيتور بتاعي يبقى 4، عملت تايمز 2، 2 تايمز 2 ايكوالز برافو 4، وفي النومينيتور 5 تايمز 2 ايكوالز 10. 3 بلس 10 ايكوالز 13، والدينومينيتور بتاعي ايكوالز 4. هنركز في البوينت، مهمة جدا ان انا الفراكشن ده معايا من اول الاكسرسايز زي ما هو، علشان ايه؟ هو ده الكومون اللي انا هشتغل عليه. تمام يا شباب؟ طيب نمبر 2 a plus b all minus c، نكتب الاكسرسايز بتاعنا. three over four this value of A plus value of B negative 5 ونحطها between brackets smallest over 2. بعد كده minus C و C equals 1 over 2. ناخد بالنا من بوينت مهمة، إن أنا ده هو اللي كنت شغال عليه فوق، يبقى أنا ممكن أستخدمه 3 over 4، الكومون هيبقى برافو يا شباب 10 over 4، الساين بتاعتنا معانا. وعندي out the brackets minus 2. طيب أنا لما أجي أشتغل الإكسرسايز ده أشتغل إزاي؟ هشتغل اللي موجود in between brackets وبعدين أبدأ أعمل minus من الهاف. يعني أنا هقول 3 over 4 plus negative 10 over 4 this equal negative 7 over 4. برافو، this equal negative 7 over مين؟ الفور. تمام، minus هقول الهاف، لا انا عايزاه يبقى common denominator، يبقى انا هعمل هنا times a وهنا times a، هعمل هنا مس times 2 وفي الدينومينيتور times 2. 1 times 2 equals برافو 2، و 2 times 2 equals 4. بقى الاكسبريشن بتاعي negative 7 over 4 minus 2 over 4 this equals negative و negative. negative 7 و negative 2 يبقى هيبقى equal negative برافو 9 over 4. Exercise number 6, if A equal 1 over 2, B equal negative 3 over 2, find the value of A minus B all power 3.
احنا هشتغل على numerical value لل a minus b all power 3. يلا مع بعض كده يا شباب. أنا عندي value of a equal half minus operation بتاعتنا. ال b موجودة عندي بال negative 3 over 2. برافو. وما ننساش حاجة مهمة جدا في الاكسرسايز بتاعنا، هي مين؟ باور 3. One over two minus three over two. طب أنا عندي هنا نيجاتيف وعندي هنا ماينس، يبقى أنا أقدر أخلي دي بلس. تمام. يبقى أنا هقول one over two plus three over two common denominator. بس في عندي تكة مهمة اللي هي باور 3. أول حاجة أفكر فيها وأنا بشتغل في الإكسرسايز إن أنا أبدأ بالباور، يعني أنا هقول 1 over 2 أوكي بلس 3 over 2 all power 3. all power إيه يا شباب؟ 3. طب يلا مع بعض، ما ننساش الباور 3 اللي معانا. أنا عندي هنا 1 plus 3 equals 4. والدينومينيتور بتاعي كومون، كومون ايكوال ايه؟ ايكوال 2. خلصت كده؟ لا، ما انساش ان انا لسه عندي باور ما فكتوش. ايكوال ذيس نمبر، ذيس نمبر ان سيمبلست فورم؟ لا، احطه في السيمبلست فورم. والباور معايا يا مس، والباور معايا، يبقى ال 4 اوفر 2 ايكوال 2 اول باور 3. برافو، all power 3. طيب هي 2 power 3 equal ايه يا شباب؟ 2 power 3 equals 8. 2 times 2 times 2. يبقى انا يا شباب اشتغلت الاوبريشن بتاعتي وعملت لها تشينج من النيجاتيف، خليتها بدل ما هي subtraction بقت addition، وبعد كده اشتغلتها عادي، طلعت الريزلت بتاعي ومعايا مين؟ الباور 3. بعد كده حطيتها ان سيمبلست فورم ومعايا مين؟ الباور 3. وبعد كده لما حطيتها في السيمبلست فورم عملت التشنج بتاعي ان انا اجيب الباور 3 لل 2 equals 8. Using the distribution probability find the value of 4 over 9 times 11 plus 4 over 9 times 16. الاكسرسايز اللي زي ده يا اولاد بنركز فيه على بوينت مهمة جدا، ان انا عندي form a over b وعندي form like integer. اما اجي اشتغل مين حصل له repeated عندي هنا؟ ال 4 over 9 ولا ال 11 وال 16؟ لا يا مس، ال 4 over 9. يبقى ناخد ال 4 over 9 وابدأ افتح براكت بتاعي، بستخدم البروبريتي بتاعته والاسوشياتيف، واستخدمت الكوميوتاتيف، وهنشوف هنشتغل ازاي. طب مين عندي بعد كده؟ النمبرز 11 and 16. then this 11 plus 16. تمام يا شباب. طيب ال 4 over 9 اغيرها يا مس؟ لا، ماشيه معايا زي ما هي 4 over 9. تمام. انا مفيش عندي هنا يا شباب بلس ولا ماينس، يبقى الاوبريشن بتاعتي اللي هنا اسمها ايه؟ برافو، اسمها تايمز. يبقى انا اقدر يا مس اكتب 4 over 9 times 11 plus 16 equals 27 وابدا احطها في السيمبلست فورم equals 12. ان 9 divided 9 equal 1. 27 divided 9 equal 3. 3 times 4 equal
12. يبقى أنا هنا قدرت إن أنا أستخدم الكوميوتاتيف، قدرت إن أنا أستخدم الأسوشيتيف، وبعدين حطيت الريزلت بتاعي in simplest form. يبقى today our title adding and subtracting rational number. تمام يا شباب؟ واتكلمنا عن الاديشن، وقلنا بوينت مهمة جدا ان انا عندي the summation of two positive number is positive, two negative number negative, different in sign يبقى positive negative or zero. قلنا كمان عندنا بوينت مهمة جدا، قلنا ان احنا عندنا البروبابيلتي بتاعتنا الكلوجر بروبابيلتي ان ذا سميشن اوف اني راشنال نمبر از راشنال نمبر. اوكي، يبقى الراشنال نمبر بتاعي كلوز. قلنا في الكوميوتاتيف ان اف اي اند بي ار تو راشنال نمبر زين اي بلس بي ايكوال بي بلس اي. قلنا كمان في الاسوشيتيف ان انا اقدر اخد النمبرز بتوعي بتوين براكتس. اوكي، قلنا الايدنتيتي اليمنت بروبابيلتي عندنا هو الزيرو، وقلنا الاديتيف انفيرس بروبابيلتي ان انا لو انا عندي النمبر الراشنال بتاع نيجاتيف الانفيرس بتاعه بوزيتيف، ولو بوزيتيف يبقى الانفيرس بتاعه نيجاتيف. اتكلمنا كمان عن السبتراكشن، وقلنا ان السبتراكشن ما اقدرش ان انا اقول في نفس البروبابيلتي بتاعه الاديشن، لان ما اقدرش اعمل كوميوتاتيف، الاسوشيتيف مش في كل مكان هتبقى مظبوطه وتنفع معايا. فانا عندي السبتراكشن اوبريشن بتاعتي بتبقى دايركت، اما انها بتكون ماينس او بلس لنمبر ماينس. اوكي يا شباب، وكمان قلنا من البوينت المهمه النهارده فايند ذا نيوميريكال فاليو لان اكسبريشن بيدهوني، بناخد الفاليو بتاعه الليتر ونبدا نعوض، ولازم نحطها ان سمبلست فورم. وكده ينتهي درسنا النهارده مع ارق امنياتي دكتور شيرين الشعراوي، مع تمنياتنا بالتوفيق الاداره العامه للتعليم الالكتروني بوزاره التربيه والتعليم المصريه. تحياتي.